أنت والدك أيضا نجم. نعم. نجم فاروق الخطيب. نوجه له تحية. طبعا وفنان كبير. دعمك ببداياتك أو شجعك لو شون كان؟ لا كان رافض إنه أدخل للوسط الفني. لأن هو واجه متاعب هواية وحس إنه ما يريد ابنه يدخل بهذه التفاصيل. بس أنا عندت لأنه من أنا صغير كنت أطلع ساري بالمنطقة ابن فاروق ابن هاي حبيت هذا الموضوع إنه أبقى بالفن وأبقى عشوك بجو النجومية يعني من أنا وصغير فحبيت الموضوع. صح هو الموضوع متعب ووالدي يعني من باب الصح إنه قال لي لا تدخل بي بس أنت بعد شيء تحبه وكل ما تعرف إنه هو خطر ويأذيك تدخل أكثر. هو انفصل عن والدتك وأنت صغار صحيح؟ يعني مو صغار كلش بعمر كبار يعني. أثر هالشيء على علاقتكم؟ أكيد مثلاً؟ أكيد أكيد على علاقتنا إحنا. عموماً أثر عليك؟ لا هو عاش وحده يعني اختار حياته. أكيد يأثر يعني الوالد مني يعني يبتعد عن البيت يتأثر. ظليت على تواصل وياه مثلاً؟ دائماً يزعل علي شهر شهرين وبعدين أصالحه ونحكي. على كبر سمعت إنه صار اختلافات بينكم فنية وإنسانية همين. شنو نقاط الخلاف اللي بينكم؟ هو ما يرضى على تفاصيل عندي أنا موجودة ممكن هي غلط بس أنا ما أنطب نفسي وأقول له إنه هي غلط. بس هو صادقني يعني صرنا أصدقاء أنا وياه. كواك مثلاً. إيه لأن تعرف أنا بعمر صغير اشتغلت واعتمدت على نفسي وأكثر واحد كان داعم بالبيت ومسؤول بالبيت من بعده أنا. وعندي أخ أكبر من عندي وأخت أكبر من عندي متزوجين بس أنا المسؤول. من أبوك شنت. عندك يا إخوان؟ إيه. من أبوك؟ إيه من أبوي عندي. يعني غير اللي من أم والأب؟ لا لا بس من أب وأم هو ما مخلف. ها. أوكي.